الاثر هذايا باش ياثر انه صكوك الضمان اللي هي معمول بها نجم هذه تتقلص اليوم، لانه اليوم اصبح بالحق هناك عقوبه، العقوبه موجوده من قبل لكن لم تكن تنفذ. اليوم اللي قاعدين نراو فيه انه القانون ماشي في اتجاه انه يطبق حقيقه العقوبه على مصدر واللي تلقى صك الضمان هذايا، وبالتالي نجموا ربما التجار يمشوا في زوج اتجاهات، خاصه المؤسسات الكبيره تنجم اللي كانت تبيع حاجه خصيصه فانه تتجه للاقتطاع مباشره من الاجر للمده المتفق عليها، او استعمال الكمبياله اللي كنا نعرفوا مليح اللي بالنسبه للكمبيالات نسبه الكمبيالات اللي تم رفضها راهي اكبر من نسبه السكوك. الاحصائيات تلقى اقل من 3% في عدد السكوك، لكن تلقى يمكن 11% بالنسبه للكمبيالات، وحتى في المبالغ راهو مش بعاد بالكل على بعضه. هوني مش يحط خاصه قدام التجار الصغار اللي متعودين اللي هما يبيعوا بتقسيط، متعودين على سكوك الضمان والسكوك هذيك يخلصوا بها هما بيدهم عباد اخرين، هذا الكل معناها باش يولي غير ممكن اليوم، لانه فيه مسؤوليه جزائيه حقيقيه بالنسبه لجميع الاطراف. القانون بصفه عامه هو قانون متوازن، واليوم نتعاملوا التجارين معليهم كان يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع القانون ويطبقوا حقيقه القانون من قبل، لانه الشيك هو وسيله دفع بالحاضر وليست وسيله دفع بالتقسيط والا دفع مؤجل، ويلزم نمشيوا اكثر في اتجاه تطبيق القانون بطريقه انه نسهلوا معامله التجاريه بانه تكون اكثر شفافه، وبانه ما نضروا زاد الناس على فك 500 ولا 1000 دينار نجم معناها حياته تنتهي.